بعد مسيرة 18 سنة من البث التلفزيوني المسيحي عبر 5 محطات متخصصة، سات 7 تدشن مبناها الجديد في المنصورية، ورشة عمل تضج فرحاً وإيماناً بدور الفضائيات في بناء جسور التعايش والحوار في هذا الشرق، وفي إيصال كلمة الله إلى كل مشاهد في كل العالم. رعى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حفلة تدشين المبنى الجديد، وكان حضوره تأكيداً على دور الإعلام الرائد في المحافظة على الرسالة الإيمانية المسيحية في هذا الشرق. تميز الحفل بحضور سياسي بارز، إذ تمثلت أغلبية الفعاليات السياسية اللبنانية. خلال الحفل أطلقت المطربة جاهدة وهبي ألبومها بعنوان مزامير، وهو من إنتاج سات 7، فأضافت بصوتها رقيا وتميزا على الأجواء. كما حضر حفل التدشين القس الدكتور سليم صهيوني، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سوريا ولبنان. ورحب القس الدكتور حبيب بدر، رئيس مجلس إدارة سات 7 الدولي بالحضور، بالإضافة إلى حضور رؤساء المؤسسات والجمعيات وحشد من الإعلاميين. أما أعضاء إدارة سات 7 فقد جاءوا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في حفل التدشين وتقديم الدعم اللازم.